وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي. أحمد بن الجزار هو الطبيب أبو جعفر أحمد بن إبراهيم أبي خالد القيرواني المعروف بابن الجزار القيرواني، وهو أول طبيب مسلم يكتب في التخصصات الطبية المختلفة مثل طب الأطفال وطب المسنين. ولد في مدينة القيروان بالبلاد التونسية في حدود 285 هجري الموافق ل 898 ميلادي لأسرة اشتهر أفرادها بالطب، وتوفي فيها عام 369 هجري الموافق ل 979 ميلادي. كان ابن الجزار من أهل الحفظ والتطلع والدراسة للطب وسائر العلوم، وبلغت شهرته الأندلس والحوض الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، وكان طلاب الأندلس يتوافدون إلى القيروان لتحصيل الطب من عنده. ترجم له كل من صاعد الأندلسي وابن أبي أصيبعة، نقلت أعماله إلى جامعات ساليرنو ومونبيلي. عدل ابن الجزار القوانين الطبية العامة وضبط أسماء النباتات بثلاث لغات هي العربية واليونانية والبربرية، كما أنه كان يؤكد على قاعدة ما زالت سارية المفعول: يتداوى كل عليل بأدوية أرضه لأن الطبيعة تفزع إلى أهلها. كان ابن الجزار هادئاً يحضر الجنائز والأفراح لكن لا يأكل فيها، وكان له احترام كبير لنفسه، وقيل أنه لم يعرف عنه زلة قط بين الناس، كان يتجنب التسوية، لذا لم يكن يحضر المحاكم ولم يكن من أعضاء نظام الحكم، لذلك كان يتخذ الفقهاء قدوة في ذلك العصر. كانت علوم ابن الجزار تعتمد في الشرق العربي ويناقشها الكثير من ممارسي مهنة الطب، وكانت أيضاً تنفذ إلى الأندلس. والملاحظ أن تلك الآراء الطبية الجريئة قد اقتحمت أوروبا في القرن العاشر ميلادي، وذلك على إثر نقل قسطنطين الإفريقي لكتب ابن الجزار، كما أن نابليون بونابرت كان يحمل معه كتاب ابن الجزار زاد المسافر وقوت الحاضر، وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر. ومن أشهر مؤلفاته زاد المسافر وقوت الحاضر، وهو مجلدان، وله كتاب في الأدوية المفردة وكتاب في الأدوية المركبة، كتاب التعريف بصحيح التاريخ، وهو تاريخ مختصر يشتمل على وفيات علماء زمانه وقطعة جميلة من أخبارهم، رسالة في النفس وفي ذكر اختلاف الأوائل فيها، وله أيضاً كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها، وكتاب طب الفقراء، وكتاب في الفرق بين العلل التي تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها، وله أيضاً كتاب المكلل في الأدب، وكتاب أخبار الدولة يذكر فيه ظهور المهدي بالمغرب، وكتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغات. وكان لابن الجزار حادثة مع المنصور وهو أمير تونس، حيث أصيب المنصور بالمرض نتيجة البرد والثلوج أثناء سفره، وفي طريق عودته أراد أن يدخل الحمام فنهاه طبيبه ابن سليمان عن ذلك، لكن خالفه ودخل الحمام، فنتج عن ذلك فناء حرارته الغريزية وذهبت قدرته على النوم، فبدأ ابن سليمان بتشخيصه وعلاج مرضه، لكن السهر لازمه، فاشتد ذلك على المنصور وطلب طبيباً آخر، فأحضر له ابن الجزار وهو شاب في ذلك الوقت، فجمع له ابن الجزار نباتات مخدرة ليشمها لينام، فجاءه ابن سليمان ليدخل عليه، فقيل له أنه نائم، فقال: إن كان قد صنع له شيء لينام به فقد مات، فتفقدوه فإذا هو قد مات بالفعل، فهموا بقتل ابن الجزار الذي صنع له المنوم، لكن ابن سليمان دافع عنه بأنه فعل ما يفعله الأطباء وإنما جهل أصل المرض وتشخيصه.
وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي.